هنتكلم النهارده يا جماعه على البروجكت ريسك مانجمنت. في البروجكت ريسك مانجمنت احنا محتاجين نفهم الاول يعني ايه ريسك، محتاجين نعرف يعني ايه ريسك. شايفين الشكل اللي قدامنا ده، ده بيعبر قوي عن فكره الريسك، تمام؟ لان الفار هنا، الفار هنا قدامه حته جبنه، حته الجبنه دي بالنسبه له مكسب، وفي نفس الوقت في احتمال ان المشبك او المصياده تقفل عليه، تمام؟ يعني سيبكم من الخوذة اللي هو لابسها، سيبنا من الخوذة اللي هو لابسها، بس الفكرة كلها انه هو دلوقتي قدام اختيار، يا اما يتخلى عن حتة الجبنة وهيبقى امن بس برضو مكسبش الجبنة، يعني هو هينقذ هيحافظ على حياته وحتة الجبنة خلاص مفيش، او انه يقرر يغامر ويخاطر ويروح ياخد حتة الجبنة وهيبقى بيخاطر بحياته، واحتمال ياخدها وما يحصلوش حاجة، واحتمال ياخدها وحياته كلها تروح، تمام؟ والحتة دي احنا هنقدر نفهم من خلالها كم حاجة جاية، بس خلينا نبدأ كده ونتكلم عن الريسك ان جنرال وبعدين نتكلم عن البروجكت ريسك. الريسك ان جنرال هو the potential of losing something of value، هو احتمالية ان حضرتك تفقد شيء ليه قيمة، تمام؟ طيب الحاجة اللي ليها قيمة دي زي ايه؟ زي الفيزيكال هيلث زي ما كنا شايفين دلوقتي في الفار، او السوشيال ستيتس سمعتك ووضعك الاجتماعي، او ايموشنال ويل بينج علاقة عاطفية، او فاينانشال ويلث تفقد ثروة مالية. طيب الفاليوز دي can be gained or lost when taking risk resulting from a given action. يعني هنفترض ان انا النهارده قدامي فرصه ان انا اخد كل تحويشه عمري واحطها في ارض بيقولوا ان مستقبلها كويس، بيقولوا ان مستقبلها كويس. طيب انا النهارده ممكن بعد ما احط الفلوس في الارض يحصل قرار ما يجيش مستقبلها كويس زي ما كان بيتقال، وانا يعني ما استفدتش او فلوسي قيمتها قلت، او على الجانب الاخر ممكن ابص الاقي فعلا لا ده اتعمل مثلا شارع رئيسي، لا دي بقت على الدائري، لا دي بقت في مكان مميز وبالتالي قيمتها ارتفعت. فحياتنا كتيره مليانه بالقرارات زي دي، ممكن تبقى انت النهاردة مثلا هتقوم بمغامرة، هتحاول تعدي مثلا ترعة مية، بتنط عايز توصل الناحية التانية. ممكن ناخد اكزامبل كمان، حد يعني سايق عربيته مقرر ياخد حتة صغيرة كده اتجاه عكسي عشان يختصر الموضوع ده. الراجل دوت وهو بياخد القرار ده بيبقى في دماغه ان هو في ريسك، ان انا ممكن اعمل حادث او المرور هنا يشوفني، بس انا يعني في مقابل اختصار شوية المسافة دول والوقت دول انا عندي استعداد اخوض المغامرة، تمام؟ انا امبارح برضو اتعرضت لسيتويشن زي ده، كنت بركن عربيتي فركنت عربيتي في مكان غلط، والموضوع ان انا كنت اركنها في مكان صح هيكلفني ان انا امشي زياده، يعني شويه زياده بصراحه، ما كانوش هيبقى شويه صغيرين، كنت امشي زياده يعني. فقررت اخد الريسك وركنت عربيتي صف تاني على اعتبار ان انا داخل اعمل حاجه في 10 دقائق وطالع. طلعت لقيت الونش واقف وحاطط لي المخالفه والدنيا كانت زي الفل يعني. فهتقول لي طيب ده علمك درس مثلا ان انت بعد كده ما تعملش كده. هقول لك بس هتلاقي دايما القدر من المغامره اللي موجود جواك بيحفزك انك تروح او تجرب او تعمل حاجه من الحاجات دي، تمام؟ حياتنا مليانه امثله كتير من النوع. طيب احنا كنا بنتكلم عن الريسك ان جنرال، تعالوا نتكلم عن البروجكت ريسك. ايه هو البروجكت ريسك؟
البروجكت ريسك بيقول لك ايه؟ uncertain event or condition that if it occurs has, لو حصل يعني, has an effect on any of the project objectives. يعني حدث غير يقيني, uncertain event or condition, حدث غير يقيني, لو حصل, لو حصل هيكون ليه تأثير على أي من أهداف المشروع, سواء كانت وقت أو تكلفة أو كواليتي أو سكوب. تمام؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ممكن يحصل أو ما يحصلش, بس لما يحصل هيبقى ليه تأثير ما على أحد أهداف المشروع. طيب لما نيجي نبص كده عندنا هنا, إن الإمباكت ده ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي. يعني ممكن يكون بيضيف للمشروع, انت مثلا متوقع ان الحاجة الفرنية دي هتيجي في 20 يوم فجت, وفي احتمال انها تيجي في 10 ايام, فلو جت في 10 ايام لا هتبقى هتوفر لك في وقت وزمن المشروع, وبالتالي ده يبقى يعتبر بوزيتيف امباكت. طيب لما نيجي نبص كده مع بعض, ان احنا لو الحاجة اللي عندي ليها بوزيتيف امباكت فده بيبقى بالنسبة لي opportunity, بيكون بالنسبة لي فرصة, بينما في حالة ان هو يكون ليه negative impact هيكون ايه؟ هيكون threat, هيكون تهديد او معوق للمشروع. خلاص؟ وبالتالي انا عندي حاجة محتملة, انا عندي حاجة بالمناسبة الناس اللي ما درستش ريسك قبل كده ولا ادارة مشروعات, او الناس اللي يعني ما فهمتش مع الريسك بتاع ادارة المشروعات بتواجه صعوبة في انها تقتنع بان في حاجة اسمها بوزيتيف ريسك. هم شايفين ان النيجاتيف, ان الريسك دايما نيجاتيف, وان دايما انت بتبقى عندك مشكله ان انت الحاجه دي لو حصلت هيبقى فيه دايما نتيجه سلبيه هتحصل. فيعني انا كان عندي صديق هو ما شاء الله عليه يعني حد تكنيكال كويس جدا, بس ما درسش اداره مشروع, فكان ما بيقتنعش ومش قادر يستوعب اطلاقا ان في حاجه اسمها بوزيتيف ريسك, اللي هو احتمال حاجه حلوه تحصل واحتمال ما تحصلش. فلما الحاجه الحلوه تحصل يبقى كده ايه؟ ده بوزيتيف ريسك. طيب مهم, يعني من اهم الحاجات اللي بتميز البروجكت ريسك عن الريسك ان جنرال, ان هي فكره ان في بوزيتيف ريسك ونيجاتيف ريسك. طيب الريسك ما نقدرش ان احنا نلغيه تماما, يعني ما فيش حاجه اسمها انا قعدت عملت ريسك مانجمنت يا باشمهندس وخليت المشروع ما فيهوش ريسك خالص. مستحيل مستحيل, ما تقدرش تإليمينيت الريسك تماما. طيب دايما الريسك ده بيكون عالي جدا في البدايه وبيقل مع تقدم المشروع. ليه؟ لان احنا زي ما احنا عرفنا من شويه الريسك مرتبط بالانسرتينتي, مرتبط بعدم التيقن, وبالتالي في اول المشروع نسبه عدم التيقن من حاجات كتير بتكون عاليه, وبالتالي الانسرتينتي العاليه اللي في اول المشروع دي بتبقى مخليه الريسك عالي. طيب مع تقدم المشروع في حاجات كتيره بتتضح, وفي امور كتيره بتنجز, وفي احتمالات كتيره بتحسن, وبالتالي الريسك بيقل طول ما احنا ماشيين في المشروع. الريسك من الحاجات اللي لازم تبقى تتحدد وتدرس في الاول خالص وبشكل استباقي. يعني ما ينفعش تستنى ان الحاجه تحصل وتقول هعمل لها ريسك مانجمنت. انت كده ما بتعملش ريسك مانجمنت, انت كده بتعمل بتتعامل مع ايشو, ايشو ظهرت في المشروع. لكن طول ما هي الحاجه لسه ما حصلتش وهي محتمله اذا هي ريسك. لما تقع ما بقتش ريسك خلاص, لان اساس الريسك هو الانسرتينتي. وبالتالي ريسك شود بي ادريسد برو اكتيفلي اند كونسيستنتلي throughout the project. يعني لازم تفضل تبقى بتعمل دايما الريسك ده بادئ جدا وتفضل تعمله باستمرار وبشكل متسق مع كل الامور التانية. الريسك نفسه لما بنيجي نعرفه بنعرفه بايه؟ بنعرفه بحاجتين, بنعرفه بالبروبابيليتي والامباكت. بروبابيليتي وامباكت, يعني ايه بروبابيليتي؟ يعني احتماليه الحدوث. الريسك ده ممكن يحصل بنسبه كام في المية؟ يعني انا مثلا لو انا نطيت المسافه دي كلها بنسبه كام في الميه ممكن اعدي كويس, وبنسبه كام في الميه ممكن اقع. تمام؟
الراجل اللي كنا نحكي عليه اللي هو قرر ان هو ياخد ملف او يختصر ملف بعيد جدا بان هو يمشي حته صغيره عكسي، سأل نفسه احتماليه ان انا اقع او المرور يمسكني في الوقت ده ايه؟ بص لقى ان الساعه مثلا بعد الساعه 12 بالليل ومفيش، هو واثق ان مفيش مثلا كاميرات ومفيش اي حاجه بتراقب، وبص يمين شمال ما لقاش اي حاجه، اذا نسبه الوقوع بتاع الحدث عنده انخفضت، اللي هو وقوع الحدث ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان يطلع له حد مرور، فرد مرور يمسك المخالفه دي او ان هو يتعرف، نسبه وقوع الحدث ده بالنسبه له تكاد تصل الى الصفر، بس ما وصلتش للصفر بس انخفضت خالص. اذا هي دي البروبابيليتي. طيب ايه الامباكت اللي هو لو انا اتمسكت بقى ايه اللي هيحصل لي؟ لو انا اتمسكت، لو انا دلوقتي في حد ضابط شرطه او مرور او الكلام ده كله ظهر لي او مسكني، انا يعني ايه اللي هينتج عن الكلام ده؟ هينتج عن الكلام ده مثلا مخالفه ضخمه جدا، وهينتج عنها ممكن تتسحب رخصتي، وهينتج عنها حاجات زي كده. طيب انت النهارده لما بتيجي تاخد القرار بتاخده بناء على البروبابيليتي ولا الامباكت؟ الاجابه انا باخده بناء على الاثنين، بمعنى ان ممكن ريسك نتيجته او الامباكت بتاعه عالي جدا بس البروبابيليتي بتاعته منخفضه جدا، الاقيني باخد قرار ان انا هاخد الريسك نتيجه ان انا والله واثق، او انا الريسك يعني موقفي من الريسك بيشجعني اكتر ان انا اخد الموضوع. تمام. طيب فالشده بتاعت اي ريسك، او لما بنيجي نقيم الريسك او بنيجي نعرفه او نقيسه، بنقيسه زي ما قلت لكم بالبروبابيليتي والامباكت. تمام. ايه هو الهدف اصلا من الريسك مانجمنت؟ الهدف من البروجكت ريسك مانجمنت، الهدف من البروجكت ريسك مانجمنت ان احنا نماكسمايز البروبابيليتي اند كونسيكونس بتاع البوزيتيف ايفنتس. تمام. على البروجكت اوبجكتيفز، يعني ازود احتمالات واثار احتمالات وقوع الاثار سوري الريسك الايجابي، ازود الاحتمالات والاثار بتاعته، وأقلل احتمالات وأثار الريسك السلبي. يعني أنا النهاردة لو أنا عندي ريسك إن ممكن الماتيريالز الخاصة بالمشروع تتسرق، ده كده بالنسبة لي ريسك سلبي. طيب أنا النهاردة مطلوب مني إن أنا رقم واحد أخلي الاحتمال بتاعت إنها تتسرق ده قليل جدا، أقل حاجة. تاني حاجة أخلي إن الحاجة القليلة دي يوم ما تحصل تبقى أثرها قليلة خالص، يعني تبقى أقل ما يمكن. طيب the strategy you will use to deal with this risk depends on the behavior of your stakeholder. طيب يعني إيه بتعتمد على ال behavior بتاع ال stakeholder؟ أنا زي ما قلت لكم من شوية في المثال بتاع إن أنا ممكن آخد مسافة أو أقطع طريق بشكل عكسي، أمشي في بشكل عكسي مسافة صغيرة في مقابل أن أنا أوفر على نفسي حاجة كبيرة. هتلاقي في ناس في نفس السيتويشن ده تقرر تروح تاخد الملف البعيد أيا كان، وفي ناس تانية هتقرر تاخد الريسك. ده بيعتمد على أنت إلى أي مدى عندك رغبة في المخاطرة وعندك استعداد للمخاطرة. الاستعداد للمخاطره ده بنسميه ريسك، او موقفك من الريسك بشكل عام بنسميه ريسك اتيتود. ريسك اتيتود دوت اللي هو موقفك من الريسك، يعني يوم ما هتواجه ريسك هتتصرف ازاي. every individual behaves differently towards risk، كل شخص بيتصرف بشكل مختلف مع الريسك. some people may want to accept and other may want to avoid، في بعض الناس بتاخد الريسك بعض الناس بتتجنب الريسك. This behavior depends on the risk attitude of the stakeholder. السلوك بتاعك بقى او الرياكشن بتاعك تجاه الريسك بيعتمد على الريسك attitude. طيب. Therefore analyzing the risk attitudes of your stakeholders is necessary for the success of your risk management plan. عشان تقدر تعمل risk management plan ناجحة محتاج حضرتك تعمل analysis للريسك اتيتود بتاع الستيك هولدر. تمام. يعني محتاج تفهم الستيك هولدرز ايه هي استعداداتهم ناحيه الريسك. طيب
عشان نفهم الريسك اتيتود احنا محتاجين نعرف ايه هي الكومبوننتس او الفاكتورز اللي بتاثر فيه. اول حاجه في حاجه اسمها ريسك ابيتايت، ثاني حاجه ريسك تولرنس، ثالث حاجه ريسك ثريشولد. ايه هو الريسك ابيتايت؟ الريسك ابيتايت هو شهيتك ناحيه الريسك، انت الى اي مدى عندك استعداد ان انت تاخد ريسك في مقابل حاجه تانية، في مقابل الوصول الى مكسب ما. تمام، يعني انت النهارده الاكزامبل بتاع ان انا الف من بعيد وابقى امن ولا اخد الحته دي واوفر الجزء دوت واخد الريسك، هو ده الريسك تانجر اللي انا قلت لك عليه من شويه. مين عنده استعداد يعمل ده ومين ما عندوش؟ طيب انت النهارده في ناس بتبتدي تشوف برامج المسابقات وبيكون، سيبك من ان يعني هنعتبر ان هي صحيح، يعني هنعتبر ان هي برامج المسابقات دي ما فيهاش نصب ولا احتيال ولا تضليل ولا ان هي فيك ولا اي حاجه، هنعتبرها حقيقيه يعني. وان انت فعلا ممكن تعمل نوع من انواع المشاركه وتكسب مكسب ما. في ناس عندها استعداد ان هي تضحي مثلا ب 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه في مقابل ان هو في احتمال ما انه يكسب 5000 جنيه او 10000 جنيه. تمام؟ طيب في الحاله اللي زي دي الشخص اللي عنده استعداد بيبقى الريسك ابيتايت بتاعه هاي، بيبقى الراجل ده نقدر نقول ان هو عنده استعداد اعلى للريسك. في حين ان ممكن حد تاني في مقابل الموضوع ده، يعني ارجوكم بس ما تاخدوش الدنيا في حته حلال وحرام، انا بضرب اكزامبل، ممكن نطبق اي حاجه تاني يعني غيره، انا بضرب اكزامبل بس، يعني ما بلاش تدخلوا في الموضوع حته ان هو لا اصل هو انا ممكن اعمل كده بس انا عشان حرام مش هعمله، انا ما باخدوش من الزاويه دي، اعتبروا ان ده بروجكت او بزنس هتفتحه في النهايه، يعني اعتبر ان في حاجه حلال موجوده وانت هتتصرف معاها ازاي تجاه يعني هتصرف ازاي تجاه الريسك اللي موجود فيها. تمام؟ طيب انا النهارده لما اجي اقول والله في ناس تانية هتقول لك لا انا ما عنديش استعداد اضحي ب 100 جنيه عشان اكسب 5000، عشان احتمال ان اكسب 5000، اذا ده الريسك ابيتايت بتاعه منخفض. طيب The risk, then risk appetite is the degree of uncertainty an organization or individual is willing to accept in anticipation of a reward. يعني هو درجة عدم التيقن اللي أي مؤسسة أو فرد عنده استعداد إنه يقبلها في مقابل الحصول على عائد ما. تمام؟ Some organizations might take a risk if the reward is high, others may want to play it safe or be conservative. يعني بعض الناس ممكن يكون عندها استعداد انها تاخد الريسك في مقابل الريورد الهاي ده، وناس تانية عايزة ايه تبقى في الامان وتشتغل بيها بشكل محافظ، يعني تخليها تلعب الموضوع بشكل محافظ. The risk appetite of key stakeholders on the project are recorded in the risk management plan. يعني risk appetite ده بيبقى recorded في risk management plan. طيب تعالى ناخد example كده. يقول لك لو الستيك هولدرز عندك قالوا لك we love taking risk, we were able to grow just because of our risk taking attitude. يعني احنا بنحب ناخد ريسك واحنا بنكبر فعلا والشركه بتنمو لان احنا عندنا موقف ايجابي ناحيه الريسك، يعني عندنا استعداد اكتر ان احنا ناخد ريسك. قال لك such people rank amongst those who have high risk appetite. الناس دي بتتصنف ان هي عندها هاي ريسك ابيتايت، شهيتها عاليه ناحيه الريسك، لهم استعداد اعلى ان هم ياخدوا ريسك. Since they are willing to digest high risk. طيب and if you hear from stakeholders we need to ensure that the project team takes on all commitments. We do not want to confront a situation where stakeholders' interest is at risk. We want to play safe. الناس هنا بيتكلموا ان احنا عايزين يا جماعه تبقى كل حاجه في المضمون، مش عايزين يبقى في اي حاجه مش محسوب حسابها، احنا مش عايزين نواجه سيتويشن ان ارباح او مصالح الستيك هولدر تتعرض لاي نوع من انواع المخاطر، احنا عايزين نبقى في الامان. الناس دي بنقول عليهم ان الريسك ابيتايت تو لو،
يعني الريسك ابيتايت بتاعهم منخفض. تمام. طيب عندنا حاجه اسمها ريسك توليرانس. ريسك توليرانس تيلز يو هاو ماتش ريسك ان اورجانيزيشن اور انديفيدوال كان ويذستاند. يعني ايه هي الدرجه اللي عندها اللي الشركه او المؤسسه دي ممكن تتحمل الريسك بتاعها. تمام. احنا كنا بنتكلم في الابيتايت عن حاجه مش كوانتيفايبل، عن حاجه كواليتاتيف اكتر منها كوانتيتاتيف. كنا بنتكلم عن انت عندك استعداد للريسك ولا ما عندكش. يعني لو حد جه قال لك تطلع رحله مش عارف فين، ولو نجحت هناك في انك تعمل كذا تاخد كذا، ففي واحد هيقول له والله انا عندي استعداد، انا هطلع الرحله دي معاك. واحد تاني يقول له يا عم انا ماليش دعوه، انا خليني انا قاعد هنا، الدنيا بتاعتي ماشيه والدنيا زي الفل خلاص. طبعا الموضوع ما بيبقاش مطلق كده يا جماعه، يعني واحد عايز واحد عايز لا وخلاص. لا طبعا الموضوع بيبقى له حسابات، بس في ناس بعد الحسابات بتلاقي ان في قدر من الريسك مازال موجود، وبتبتدي تقرر ان القدر ده من الريسك مش مقبول بالنسبه لها. هي ما عندهاش استعداد ان هي تخسر ده خالص، او ما عندهاش استعداد ان تخسر المبلغ ده، وبالتالي بيفضل الموضوع بالنسبه لها لا خليني في الامان، خليني في الامان. في ناس تانية لا، قعد حسب حساباته وظبط دنيته ولقى ان في النهايه في قدر من الريسك. طيب انا في النهايه موافق ان انا اخد الموضوع، انا ريسك 10%، انا ريسك مش عارف ايه، يبقى مقبول بالنسبه لي. فاحنا لما بنتكلم عن تولرنس، ريسك تولرنس، فبنتكلم على النسبه اللي انت ممكن تتحملها من الريسك. يعني انا مثلا دلوقتي لو انت جاي بتعمل بزنس، جاي بتعمل نيو بزنس، فانت في سؤالين مهمين جدا الناس بتوع البزنس بيسالوهم وبيختصروا ليهم ممكن دراسات جدوى كتير. طيب لو خسرت اخسر كام في الميه، واحتمالات اني اخسر اصلا كام في الميه؟ يعني انا رحت جبت حاجات بمليون جنيه، يوم ما بتخسر قال لك الحاجات دي بعد ما انت صرفت مليون جنيه، يوم ما هتخسر 500,000، هيبقى 1,500,000. طيب احتمالات ان اخسر كام بقى؟ 10%. طيب ممكن بعد الليله دي كلها اقرر ان انا ادخل الموضوع. اذا احتمالات ان انت تكسب 90% وتخسر 10%، يوم ما هتكسب هتبقى المليون 2 مليون فور اكزامبل، ويوم ما هتخسر هتبقى المليون بتاعتك 500,000. حلو. وبالتالي هاي توليرانس مين ذات ذي ار ويلينج تو تيك مور، اند لو توليرانس مينز ذات ذي ار نوت ويلينج. نسيت اقفل لكم الحته دي. في حد هيبقى خايف جدا من فكره ال 50% الخساره، هو ما عندوش استعداد يتحمل ده، هو كل اللي معاه مليون جنيه هيحطه في الموضوع، فلما المليون جنيه هيبقى نص مليون لو ما يتحملش ده. في واحد تاني عنده 10 مليون وهيدخل معاك المشروع بمليون، وفي احتمال انه لو خسر يخسر المليون كله، فهو ممكن في التولرنس ده يبقى متحمل نسبه الخساره 100%. تمام. طيب ريسك تولرنس شوز ذا ريسك اتيتيود اوف ستيك هولدرز اور ان اورجانيزيشن ان ميجرابل يونتس. يعني بيوريك الاتيتيود بس من خلال ارقام قبل القياس. The tolerance is specified is a specified range of acceptable result. تمام. طيب نيجي للثريشولد. ثريشولد احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن percentage، المره دي بنتكلم عن value. The risk threshold is an amount of risk that an organization or individual is willing to accept. The risk threshold is the next step up from risk tolerance. It quantifies the risk tolerance with a precise figure. You have limits in risk tolerance, but in risk threshold you have a figure. شايفين الفرق هنا يا جماعة؟ أنت عندك هناك limits أو عندك percentage، وهنا عندك figure، إذا عندك value. قالك this threshold will determine the acceptable level of overall project risk exposure. هي اللي هتحدد لك الـ overall project risk exposure، وهنفهم دلوقتي ايه هو الـ overall project risk، وهي كمان اللي هتساعدك انك تعرف الـ probability والـ index بتاعة الـ individual risk عشان تقدر انك تدرس او تديفاين الـ risks بتاعتك. خلاص؟ ناخد example كده. قالك your organization will participate in a tender according to your calculations. The total project cost will be 500,000 US dollars. Okay. You decided to not bid for more than 15% of the total project cost.
this 15 is your organization's tolerance limit. ال 15% دي هي دي ال tolerance بتاعت tolerance limit بتاعت ال organization. And when you assembled a meeting with your top management and they told you that they cannot allow you to go beyond 80,000 US dollar, apart from the 500,000 US dollar, انت هنا النهاردة لما جيت قعدت مع التوب مانجمنت بتوعك قالوا لك احنا مش هنقدر نتحمل قيمة ريسك اكتر من 80,000, يعني ما نقدرش نغامر باكتر من 80,000 جنيه. فوق كنت احنا بتتكلم عن ليميت البرسنتج 15% من البروجكت. 15% من البروجكت هنا كان كام؟ 70, يعني ممكن تقول كام؟ يعني 75,000. حلو كده؟ هنا انت بتتكلم في 75,000 وهنا بتتكلم في 80, فهو هنا بيديك تقريبا اتنين قريبين من بعض بيعملوا لك ديفينيشن للريسك بتاعك عشان تبتدي تشتغل. طيب انا بقى لما اجي اشتغل بعد كده ابتدي ابقى دايما افكر الحاجه اللي المخاطره بتاعتها او نسبه الزياده في التكلفه مثلا تزيد عن 15%, انا مش هقبلها. ليه؟ لان انا الريسك اتيتود بتاع الستيك هولدرز بتوعي اللي قالوا لي في الاول احنا 1 2 3 4 مش هيقدروا يتحملوا ان احنا نوصل في اي بند من البنود للوضع ده, وبالتالي انا ده بيحط لي الليمت وبيساعدني احط الديفينيشنز بتاعتي وايه اللي ممكن يكون هاي ريسك بالنسبه لي وايه اللي ممكن يكون لو ريسك بالنسبه لي. تمام. فببساطه شديده جدا انا بقول لك ان انت عندك ريسك ابيتايت. ريسك ابيتايت ده حاجه ديسكريبتيف, حاجه بتفهمك الدنيا احنا ايه الويلنج, ايه الاستعداد بتاعنا ناحيه الريسك. طيب عايزين نحول الويلنج اللي انت بقى عرفته بشكل ديسكريبتيف ده لحاجه ميجربل. اللي بيحول لك الموضوع ده ميجربل حاجتين, الثريشولد والتولرنس. التولرنس بتبقى بتخبرك او بتقول لك على الموضوع كنسبه, والناحيه الثانيه الثريشولد بتقول لك على الموضوع كايه, كفاليو. خلاص هنا نتكلم بقى عن حاجة جديدة. نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن حاجة اسمها individual project risk وحاجة اسمها overall project risk. ايه الفرق ما بين الاثنين وده عبارة عن ايه وده عبارة عن ايه؟ individual project risk هي اللي احنا اتكلمنا عليه كله من شوية, بس فيما يخص البروجكت او individual project objective. يعني عندي احتمال لما يحصل هيأثر على واحد من البروجكت objective اللي هو الاسكادول او الكوست او الكواليتي او السكوب او وات ايفر, او ممكن اكتر من واحد مع بعض عادي جدا, بس هو في النهايه تاثيره سيشمل حاجات محدده انا قادر اشوفها, وده ما بيأثرش على مدى نجاح المشروع ككل, لكن هيأثر على واحد من الاوبجكتيف, هيأثر على الاسكادول, هيزود مده المشروع شهر, هيزود تكلفه المشروع 5000 دولار, هيعمل مش عارف ايه, هيعمل ايه. طيب الاوفر اول بروجكت ريسك هي حاجه بتؤثر على المشروع كله, حاجه بتهدد نجاح المشروع كله, حاجه بتخليك ما تعرفش تكمل المشروع اصلا, مش هتغير لك في احد النقط. فاهم؟ يعني هي مش حاجه انت هتعمل مشروع وكل حاجه سليم بس تقول والله احنا يعني عملنا المشروع دوت وبدل ما كنا هنكسب مثلا منه 300,000 دولار احنا كسبنا 150,000 دولار بس. ده مش يعني الحاجه اللي وصلتك لللوسز دي ما كانتش اوفر اول بروجكت ريسك, بس الاوفر اول بروجكت ريسك هي حاجه بتؤثر على المشروع كله. فقال لك it is the effect of uncertainty on the project as a whole arising from all sources of uncertainty arises from all sources of uncertainty including individual risks, متضمنة كمان الـ individual risks as a source. بس احنا بنتكلم عن الـ ايه؟ عن الـ submission بتاع الكلام ده كله. representing the exposure of stakeholders to the implications of variations on the project outcome both positive and negative. تعالوا نفهمه بشكل اخر. قال لك overall project risk is not just some of individual risks you have identified in the project but it also includes other sources of uncertainty. بيقول لك ان الاوفر اول بروجكت ريسك هو مش مجموع الانديفيدوال ريسكس بس, لا ده بيدخل معاه كمان اي سورس اوف انسرتينيتي تاني مش داخله في الانديفيدوال بروجكت ريسك.
طيب الـ overall project risk قال لك is the stakeholders perception of the effect of various variables uncertainty on the overall outcome of the project. The main objective of the overall risk assessment is to understand the degree of achieving the final project goal. طيب هناخد example كده عشان نفهم الدنيا بس. نفترض ان انا دلوقتي هعمل مشروع في دولة ما وعرفت ان احتمال شوف الاحتمال بقول احتمال اهو ان هم يأمموا كل المشاريع اللي بيملكها اجانب في خلال سنتين تمام. اذا انت بتتكلم مش على حاجة هتأفكت احد الاوبجكتيفز بتاعت المشروع. كان في ناس حطت رساله يا ريت ما تكونش انتربشن. طيب مهندس محمد عبد الرازق اعتقد طالما ما حدش كبيرك كتب يا باشمهندس يبقى الناس سامعاك فراجع عندك السبيكر او اي حاجه او الانترنت. طيب ف معلش يا جماعه انا اريد بس ما انا هقول الاكزامبل تاني خالص ماشي. هقول الاكزامبل ماشي. انت رحت تعمل بروجكت الدوله وعرفت من مصادرك ان الدوله دي احتمال تعمل تأميم لكل المشروعات اللي بيملكها اجانب على ارض الدوله. اذا انت بتتكلم مش في حاجه هتزود تكلفه المشروع او هتاخر انه يخلص او الكلام ده كله، لا انت بتتكلم عن حاجه هتاثر على المشروع ككل، هتخليه مفيش مشروع او هتخلي المشروع كله يروح منه تمام. طيب كنت قاعد امبارح مع صديق ده عنده بزنس هنا في مصر والبزنس يعني بقاله بتاع سنتين وبينمو وبينجح. فقابل صديق يعرفه من زمان جدا قال له انا كنت شغال في دوله خليجيه وكان شغال بالطريقه المعروفه المتعارف عليها ان هو يعني ايه بيبقى فيه حد سعودي رسميا هو اللي بيملك الكيان. انا قلت اسم الدوله. طيب لطيف جدا في حد من الدوله دي بيملك الكيان ده ظاهريا ولكن الواقع ان هو ايه الشخص المصري ده كان بيملك الايه الموضوع ده. فربنا كرمه جدا وما شاء الله يعني توسع ونمى وارباح وزياده وكل حاجه. فالكومبيتيتورز بتوعه بداوا يعني يتضايقوا منه فراحوا عاملين له شكوى اسمها تستر تجاري. الشكوى اللي اسمها تستر التجاري دي خلت حد من وزاره التجاره او حمله من وزاره التجاره راحوا عليه وبداوا يعملوا تقصي عن الموضوع لحد ما تاكدوا ان هو فعلا في النوع من البيزنس اللي انا حكيت لكم عليه ان هو اللي هو كمصري اللي بيملك الموضوع بنسبه 100% وان الثاني مجرد صوره والكلام ده كله واتحكم عليه باستبعاد واغلاق النشاط. طبعا نوع زي ده من الريسك ما اقدرش اعتبره individual project risk. ليه؟ وانا لما اجي اسالك هو الانديفيدوال ده لو individual project risk هيأفكت ايه؟ هيأفكت الكوست، هيأفكت التايم، هيأفكت ايه؟ تمام؟ لكن ده بيأفكت البروجكت از توتال. حاجه كمان من الحاجات اللي ممكن نعتبرها اوفر اول بروجكت ريسك، كان في من فتره مشروع او مش من فتره يعني ممكن يكون لسه شغال على دلوقتي اللي هو القطر اللي ما بين القطار اللي ما بين المدينه ومكه. فعلى ما اذكر يعني وعلى ما اعرف معلوماتي ممكن برضو حضراتكم تصححوا المعلومه ان اللي خدت المناقصه دي شركه صينيه وان الشركه الصينيه دي كانت عندها مشكله بان العمال او ان منطقه الحرم ما ينفعش يدخل فيها غير مسلم. فتخيل انت لو الشركه الصينيه دي ما عندهاش غير مسلمين، ما عندهاش مسلمين يشتغلوا في المنطقه بتاعت الحرم وكمان ما عندهاش الناس. يعني انا عرفت ان هم طبعا في ناس تحايلت على الموضوع برضو وعملوا تغيير ديانة عشان يدخلوا ويشتغلوا ودنيا مندي وفي ناس كملت وناس رجعت وهكذا. يعني مش موضوعنا يعني بس هنفترض ان ده مش اوبشن. فانت هنا النهاردة عندك ريسك بيهدد الموضوع. انت مش بس هتتكلف انت مش عارف ايه، لا ده انت العمالة بتاعتك اللي انت هتدخل بيها المناقصة كلها مش هتقدر تدخلها في المكان ده. طيب
طيب انت هتعمل ايه؟ والله لو ما لقيتش حل للموضوع ده فانت بتتعامل مع overall project risk. خلاص. طيب المهم احنا عندنا دلوقتي overall project risk، عرفنا ايه هو overall project risk وعرفنا ايه هو individual risk. خلاص. وكنا عرفنا ان شوية الابتايت والتولرنس والتريشول. هندخل في البروجكت ريسك مانجمنت. طيب خلينا نقول هنمشي شويه لحد الساعه 9 والساعه 9 هناخد بريك ان شاء الله لحد الساعه 9 وربع ان شاء الله. طيب قال لك البروجكت ريسك مانجمنت، احنا هنتكلم هنا عن البروجكت ريسك مانجمنت. فالبروسيسز كونسيرند ويز كونداكتنج بروجكت ويز كونداكتنج ريسك مانجمنت بلاننج ايدنتيفيكيشن اناليسيس ريسبونس بلاننج اند مونيتورنج اند كنترول اوف ذا ريسك انا بقى. طيب يعني انا بقول لك ببساطه ان البروجكت ريسك مانجمنت هو عباره عن العمليات اللي بتتضمن التخطيط والتحديد وتحليل وتحديد الاستجابات او تخطيط الاستجابات والمتابعه والاشراف على الريسك ستات البروجكت. خلاص. always use risk management for every project. يعني مفيش بروجكت انت بتعمله ما تستخدمش فيه الريسك مانجمنت. طيب لو جينا بصينا كده على البروسيسز بتاعه الريسك عشان نفهم الموضوع، انت اول حاجه بتعملها ايه؟ انت اول حاجه بتخطط للريسك مانجمنت زي ما احنا متعودين دايما بنخطط لايه يا جماعه للريسك مانجمنت. يعني ايه بنخطط للريسك مانجمنت؟ بنقعد نعمل شويه الاناليسز اللي قلنا عليهم من شويه عشان نقدر نعرف هو في المشروع ده بتاع الاورجانيزيشن دي احنا هنمانج الريسك بتاعه ازاي. كده احنا لسه ما جيناش ناحية ايه هو الريسك ولا هنعمل معاه ايه ولا الدنيا دي، احنا بنقول بس احنا هنمانج الريسك في المشروع ده ازاي. طيب لو نفس المشروع لو في نسخة تانية منه بتعمله مؤسستين مختلفتين هتلاقي ان الريسك مانجمنت لنفس المشروع في المؤسستين مختلف. ليه؟ لان الريسك هنا ما بيعتمدش على المشروع بس، هو بيعتمد على الاورجانيزيشن كمان اللي بتعمل المشروع. في مثلا مؤسسه لما تيجي تنفذ مشروع ما مثلا رصف طريق بتاخد احتياطات معينه او بيبقى عندها استعداد انها تتقبل مخاطر معينه، وفي اورجانيزيشن ثانيه ما عندهاش نفس الاستعداد ده. فاول حاجه بعملها بقعد اخطط واقول في ضوء الريسك اتيتود بتاع الاورجانيزيشن وبتاع الستيك هولدرز انا همانج الريسك بتاع المشروع ده ازاي. طيب تاني حاجه بايدنتيفاي الريسك، بقول ايه هي الريسكات اللي موجوده عندي بغض النظر هي محتمل انها تحصل او احتمالاتها عاليه ولا لا، هي هتضرني ولا ما تضرنيش، هي خفيفه ولا تقيله، انا هعمل فيها ايه، انا ما بفكرش فيها. ومهم قوي يا جماعه تحطوا هنا البافرز اللي بقول لكم عليها دي. بافر يعني ايه؟ حطوا عوازل ما بين البروسيسز. اما تيجي تخطط ما تفكرش في الايدنتيفاي خالص، ولما تيجي تايدنتيفاي ما تفكرش في الاناليسيس خالص، ولما تيجي تانالايز ما تفكرش في الريسبونس خالص، ولما تيجي تريسبوند بتاخد كل اللي فات ده وتبتدي تريسبوند بناء عليه. اجين مهم وانت بتعمل بلاننج ما تفكرش في ايه هي الريسكات. انا مش عايز ابقى عارف الريسكات وانا بخطط، لا انا بخطط بشكل بلايند ماليش دعوه ايه هي الريسكات. لما باجي احدد الريسكات برضو ما بفكرش هي هتبقى حلوه ولا وحشه، انا بحددها بس، انا هتحملها ولا مش هتحملها ماليش دعوه، انا بحددها وبس. اجي بعد كده اعمل اناليسس، سواء كنت هعمل اناليسس ده بقى كواليتيتيف او كوانتيتيف، لان الكوانتيتيف بالنسبه لي اوبشنال ما هواش لازم اعمله في كل المشروعات، في مشروعات بتحتاج كوانتيتيف ومشروعات لا. طيب الكواليتيف ريسك اناليسيز عملته، انا كده عملت ايه؟ حددت الريسك وقيمته. الريسك اناليسيز ده بعمل له تقييم، بطلع هنا بحاجه اسمها الريسك ده عالي ولا منخفض ولا وضعه ايه. باجي في بلان ريسك ريسبونسز اقول ايه اللي يحصل مع الريسك ده؟ هعمل له ايه؟ هقبله؟ هتجنبه؟ هنقله على حد تاني؟ هخفف اثره؟ هعمل ايه بالظبط؟ ده في بلان ريسك ريسبونسز. انا خدت بالكم من هل بقولها دي في بلان ريسك ريسبونسز. باجي بقى في امبلمنت ريسك ريسبونسز بنفذ كل الريسبونسز اللي انا خططت لها في الخطوه اللي قبلها.
اخر حاجه خالص بعمل مونيتورنج بقى ان اللي انا نفذته هو فعلا اللي انا خططت له وهو ده اللي ماشي وبيتفق مع البلان اللي انا حطيتها في الاول. تمام يا جماعه، ارجو ان الموضوع ده يبقى مفهوم، لان احنا في الحته دي ولحد الجزء اللي احنا شرحناه ده احنا هنا بنفهم الموضوع من فوق شكله عامل ايه. خلاص طيب، احنا كده قبل ما ندخل في اول بروسس هنخلي اول بروسس بعد البريك. تمام، واحنا كده واقفين عند الايه، عند النقطه اللي هقولها كده في عجاله عشان المهندس محمد الرزق برضو ايه بيقول لي تاني. احنا هنعيد الحته دي كده وهقوم على طول ايه تخليل في البريك. اول حاجه انا بخطط للريسك مانجمنت ان جنرال، محتاج هنا ابقى عامل ديفينيشن يا جماعه واقعد اقول لنفسي الريسك اللي هيزيد عن كذا هيبقى هاي، من كذا لكذا ميديوم، من كذا لكذا لو. انا هنا بشتق الديفينيشنز دي في ضوء الاتيتود اللي انا اصلا حددته من الستيك هولدرز ابيتايت وثريشولد وتوليرانس. طيب بعد ما عملت كده ببتدي ايدنتيفاي الريسكس، اقعد اقول انا عندي احتمال ان الماتيريالز تتسرق، انا عندي احتمال ان الحاجه دي سعرها يعلى، انا عندي احتمال ان مش عارف ايه. انا بقعد ايدنتيفاي الريسكس، اجي بعد كده ادخل على مرحله الاناليسيس، عندي كواليتيتيف وكوانتيتيف. الكواليتيتيف ده لازم يتعمل، الكوانتيتيف دوت مش شرط يتعمل، ممكن او ممكن لا. تمام، فبعمل كواليتيتيف ريسك اناليسيس اللي هو بقى بقعد اقول ايه، والله الريسك ده بالشكل ده كده يعتبر ايه هاي، الريسك ده بالشكل يعتبر ميديوم، الريسك بالشكل ده يعتبر كذا. فانا هعمل ايه مع كل ريسك بقى في بلان ريسك ريسبونسز، بقعد اقول انا هعمل ايه مع الريسك ده وهعمل ايه مع الريسك ده، بقعد احط لكل واحد ريسبونس. باجي في امبلمنت ريسك ريسبونسز انفذ اللي انا خططت له في بلان ريسك ريسبونسز. بعد عملت كل الليله دي بقى انا طبعا ان جنرال من اول يوم اصلا في المشروع اعمل مونيتورنج في ده، لان انا لما باجي امبلمنت ريسك ريسبونسز ده ما بيبقاش في وقت معين في المشروع، انا بفضل كل ما حاجه تحصل ابتدي اريسبوند ليها زي ما انا كنت مخطط. اذا انا بريسبوند على مدار المشروع كله، وبالتالي انا دايما بعد ما بريسبوند بمارس عمليه المونيتورنج. تمام، يا ريت تبقى واضح، ونلتقي ان شاء الله 9 الساعة 9. شكرا، كنت تطمنوني على الصوت كده وعلى الصوت. أنا قبل البريك كنا بنتكلم في الـ ايه هي الخطوات اللي احنا بنمر بيها وايه هي الحاجات اللي بنعملها من ساعة ما نبدأ لحد ما نخلص. احنا محتاجين نبقى دايما فاهمين يا جماعة الحكاية، فاهمين الحكاية اللي بنمر بيها within risk. طبعا الحاجات اللي انا شرحتها لكم في الشكل اللي قدامنا ده مش بتتعمل كلها ورا بعضها بنفس السيكونس اللي انتم شايفينه كده، في حاجات بتتكرر وفي حاجات بتتعمل في الاول وفي حاجات بنعمل لها ريفيزيت. وزي ما احنا حكينا من شويه ان الريسك نفسه لما بيحصل، يعني انا بقول يعني ايه ريسك يحصل، يعني انا كنت حاطط ان في احتمال معين ان حاجه تحصل فالحاجه حصلت، فلما الحاجه حصلت انا بريسبوند للحاجه دي او بريسبوند قبلها لو انا عايز اعمل افويدنس لحاجه مثلا معينه. فببتدي امبلمنت الريسك ريسبونسز اكوردنج للريسبونس اللي انا كنت مخطط له. طيب انا ناخد اول بروسيس عندي، انا عندي هنا اول بروسيس اللي هي بلان ريسك مانجمنت. بلان ريسك مانجمنت ايه الهدف ان احنا او ايه الاوتكم او ايه الاوتبوت اللي هنطلع بيه، هو الريسك مانجمنت بلان. طيب ايه هي الانبوتس بتاعتي؟ انا عندي بروجكت تشابتر، بروجكت مانجمنت بلان، وي اي اف وي او بي اي. طيب ايه هي اللي التولز والتكنيكس اللي عندي؟ هي اكسبرت جادجمنت وديتا اناليسيس، وفي الديتا اناليسيس عندي ستيك هولدر اناليسيس. فستيك هولدر اناليسيس حضرتك محتاج تبتدي تاخد الستيك هولدر ريجستر اللي موجوده عندك اصلا وتعمل له اناليسيس. طبعا احنا هناخد الستيك هولدرز ان شاء الله المره اللي جايه. تمام، طيب وي ميتينج. خلاص، طيب الريسك مانجمنت بلان بيبقى فيها ايه يا جماعه؟ بيبقى فيها ميثودولوجي، ايه هي الميثودولوجي اللي انا هتعامل بيها مع الريسك، بيبقى فيها رولز اند ريسبونسبيلتيز، بيبقى فيها ايه هي الادوار والمسؤوليات بتاعت كل واحد في المشروع تجاه الريسك، بيبقى فيها بادجت
للريسك، انا عشان اواجه الريسك الفلاني ده هتعامل في بادجت شكله ايه، تراكينج اند اوديتنج، اقدر اعمل تراكينج واوديتنج للريسك بتاعي، تايمينج تمام، probability impact matrix، report format، categories، و stakeholder tolerance اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. تعال نشوف شكل كده example ليها، او قبل الاكزامبل خلينا ناخد الديفينيشن وازاي نقدر نعمل ديفينيشن في ضوء المعلومات اللي عندنا. طيب انا هاجي اقول والله، فاكرين التوليرانس كنا بنتكلم عليه من شويه، وكنا بنقول والله احنا عايزين نشوف ايه الستيك هولدر، ستيك هولدر تولرانس، او ايه الاورجانيزيشن تولرانس. طيب التولرانس دوت او الريسك اتيتود اللي احنا عرفناه من شويه، عايزين نحوله الى ليميتس وحاجات نقدر نتعامل بيها. يعني على سبيل المثال لو جينا بصينا كده هنا، هنلاقي مثلا ان عندي هنا اكتر من 40% كوست انكريز، ده يعتبر ايه؟ very high. ومن 20-40% كوست انكريز يعتبر هاي، ومن 10-20% كوست انكريز يعتبر ايه؟ moderate، وهنا low، وهنا very low اللي هو insignificant cost increase. انا جبت اصلا الحاجات دي منين؟ يعني ايه اللي مخلي مكتوب هنا 40 وهنا 20-40 ومن هنا 10-20 وهكذا؟ اكيد كان عندي risk tolerance، والrisk tolerance ده كان اخره 40%، وانا بناء عليه بدات احط الدنيا بتاعتي، تمام، بناء عليه بدات اخطط الدنيا عندي. طيب في السكادول نفس الكلام، انا كان عندي جدول زمني، انا مثلا هتبتدي الجهه اللي انا هسلم لها المشروع تحسب عليا غرامات تاخير اعتبارا من 10 ايام بعد ميعاد التسليم، تمام، مدياني ايه نسبه. طيب وكل يوم هيبقى ليه تكلفه، والتكلفه دي انا من شويه لسه حاطط لها ليميت، والليميت دوت انا بناء عليه بخطط انا اقدر اتحمل قد ايه. فلما عملت الحسابات بتاعتي دي لقيت ان اقصى حاجه انا اقدر اتحملها اللي هي 20% انكريز في التايم، ومن 10-20 ده يعتبر هاي، ومن 5-10 ده يعتبر مودريت، وهكذا. طيب يبقى مثلا او يعني ممكن يا جماعه يبقى لما انا حسبت حساباتي لقيتها 10، بس الفكره كلها انا هريسبوند بقى ناحيه كل واحد ازاي، هو ده اللي احنا هنعمله بعد كده. احنا هنا بنحط الديفينيشن في ضوء التولرنس اللي كان موجود عندي، تمام. الكلام ده بيحصل مع الكوست، وبيحصل مع التايم، وبيحصل مع السكوب، وبيحصل مع الكواليتي. يعني ممكن يبقى عندي تو بروجكتس، بروجكت A وبروجكت B، يبقى ال 10% تايم انكريز في البروجكت A هنا بتمثل بالنسبه لي ان دي درجة مودريت من الريسك سيفيريتي، تمام؟ وممكن في مشروع تاني ألاقي إن 10% دي أصلاً فيري لو، نتيجة إن أنا معايا براح في الوقت، أو إن الغرامات اللي محطوطة عليا تكلفة اليوم كلام فاضي، فلاقي إن 10% دي محطوطة هنا عند 5% فيري لو، تمام؟ أنا هنا بتكلم فوق عن السيفيريتي بتاعة الريسك اللي هي بتبقى calculated نتيجة الامباكت والprobability، اللي هي بتبقى calculated نتيجة الامباكت والprobability. فأنا فوق في الجزء اللي فوق ده بتكلم على ايه؟ بتكلم على السيفيريتي بتاعة الريسك. هنا أنا بديسكرايب هو الحاجة لما تبقى ايه هعتبرها ايه؟ يعني لما يكون عندي insignificant time increase فأنا اعتبر ان ده very low، ويبقى 5% دي اللي هي السيفيريتي بتاعتي، لحد 5% سيفيريتي بنعتبره انسيجنيفيكانت تايم انكريز، وهنا نفس الكلام هنعتبره لو هو لحد 10% وبيبقى التايم انكريز 5%. طيب ممكن تبقى ناس كونفيوز دلوقتي وهي قدامي او هي قاعده بتسمعني بيقول لي يعني ازاي فوق 10% وتحت 5%، ازاي فوق 20 وتحت 10؟ انا بكلمك هنا عن التايم في احد الدايمنشنز بتاعته اللي هو الاوبجكتيف نفسه يتاثر ازاي، الاوبجكتيف نفسه هيتاثر ازاي الانكريز اللي هيحصل في التايم في مقابل السيفيريتي اللي بتيجي من البروبابيلتي والامباكت مع بعض، تمام. يعني انا النهارده لما اجي احسب ان احتمال البضاعه لما توصل، احتمال البضاعه توصل متاخر وده احتمال 10%، تمام، وعلى الجانب الاخر بس لو وصلت متاخر ده هيؤدي الى تاخير في
الوقت 50%، فهقوم ضارب العشرة في الخمسين دي، هيطلع لي نص، هيطلع لي نص ولا هيطلع لي كام؟ هيطلع لي، هيطلع لي 5%. تمام؟ فهيبقى ببساطة شديدة جدا السيفيريتي بتاعة الريسك اللي طلع لي 5%. تمام؟ ساعتها بناء على ال 5% دي بالنسبة لي لو ولا هاي ولا وضعها ايه؟ هقدر اكسبت او افويد او اترانسفير او اعمل اي حاجة. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف كده يعني المنظر اللي فات دوت نترجمه لحاجة تانية اللي هي البروبابيليتي والإمباكت بيكس. اللي فات ده يا جماعة كان ديفينيشن، أنا بديفاين الليميتس بتاعتي، بديفاين الحاجة اللي هتبقى من كذا لكذا دي هنعتبرها إيه. طيب نيجي هنا على الجزء بتاع البروبابيليتي والإمباكت ماتريكس. أنا جيت أقول ببساطة لما هتبقى البروبابيليتي 90% والإمباكت 5%، هيبقى الناتج عندي إيه؟ الاثنين مع بعض، يعني لو عندي ريسك البروبابيليتي بتاعته 90% احتمال انه يحصل 90%، بس يوم ما يحصل تاثيره على البروجكت اوبجكتيف وات ايفر ايه هو البروجكت اوبجكتيف ده هيبقى 5%. في الحاله اللي زي دي السكور بتاع الريسك بتاعي يبقى 45 من 1000، هيبقى 45 من 1000. طيب في حاله ان البروبابيليتي كانت مش عاليه قوي كده، كانت اي اللي هو 70% ونفس القصه الامباكت 5%، بقوم ضارب ال 5% في 7 من 10 يطلع لي 35 من 1000، وهكذا في كل الميتريكس اللي قدامي دي. فباجي بعد كده بحدد ايه اللي يبقى احمر وايه اللي يبقى اصفر وايه اللي يبقى اخضر اكوردنج للديفينيشنز اللي عندي من قبل كده اصلا، اللي هي متحدده في ضوء التوليرانس بتاع الستيك هولدرز او الاورجانيزيشن. فلو ببساطه الريسك اللي كان السكور بتاعه مثلا 28% ده كان اكسبتد، ما كانش هيبقى احمر، ما كانش هيبقى احمر. ال 20% ده نفس الكلام. فانا اقدر اقول ببساطه ان كل ما هو فوق ال 18% يعتبر بالنسبه لي كريتيكال، يعتبر بالنسبه لي كريتيكال. طيب واقدر اقول ايه كمان؟ اقدر اقول ان الريسك اللي بيتراوح من 6% لحد 14% ده يعتبر بالنسبه لي مودريت، واللي بيتراوح من 5 في 1000 لحد يعتبر كده ايه 5% ده يعتبر ايه لو. اي بعد كده بقى اقول والله كل اللو دول انا هاكسبتهم عشان انا ما عنديش مشكله ان انا اقبل زياده في الكوست او زياده في الوقت او تباين في المواصفات لحد كده، فايتس اوكي. هاجي في الاصفر نفس الكلام، هحدد والله لا اللي في الاصفر ده انا هحاول اعمل له شيفت او هعمل له ميتيجيت، انما اللي في الاحمر ده انا هعمل له افويد عشان انا والله ما اقدرش اتحمل الريسكس اللي موجوده عندي هنا. وبالتالي انا باجي اخد الجزء اللي هو بيبقى متطرف ناحيه فوق ناحيه الاعلى واليمين ده، وده بيبقى كريتيكال بس. ده كده اللي في النص بيبقى ميديوم ليفل ريسك، وهنا ده لو ليفل ريسك. فبحدد الحاجات دي كلها في ضوء الديفينيشن اللي انا حاططها في الاول. انت ممكن تلاقي ديفينيشنز تانية، ممكن تحط لنفسك ديفينيشنز تانية. انت بتعمل المشروع مش مهم تخلصه امتى، بس اهم حاجه ما تزيدش التكلفه عن كذا. فانت مسموح لك ان انت تاخر في الوقت ومش مسموح لك ان انت تزود في الكوست. فببساطه شديد بتبتدي ديفاين الليميتس بتاعتك اللي هنا بناء على الكلام ده. يعني في الحاله اللي انا بشرحها الاكزامبل اللي انا بقوله بتاع ان الوقت ده مفيش مشكله، انت ممكن يبقى عندك 50% زياده في الوقت لحد 50% اكسبتد مثلا. وبالتالي ال 50% اللي هتتحط هنا هتغير اللي قبلها، هتغير دي هنا ما هتبقى 50، هنا هيبقى ممكن يبقى من 30 ل 40، هنا من 10 ل 20، هنا من 5 ل 10، وهنا وهكذا. ليه؟ لان انا والله ساعتها لما بيجي لي بقى حاجه هتحصل. طب انا بسالك، انا بقعد كده هقول لك ايه بعيد بقى عن اللي احنا بنقوله ده، يوم ما ده يحصل هنتاخر قد ايه؟ والله هتقول لي هنكسب. ليه؟ لان انت عارف ان انت معاك وقت كويس. طيب لو انا جيت قلت لك والله انت يعني المشروع اللي بتعمله ده مدته 3 شهور ومعاك
نقدر يعني ده سامبل ريسك مانجمنت بلان، دي كده حاجه بسيطه جدا. فبيقول لك ان الريكوير، مش بقول على الريسكات لان انا المفروض لسه ما عرفتش الريسكات حسب القصه اللي احنا حكيناها او الحكايه اللي حكيناها، ان انا بايدنتيفاي الريسك بعد ما بكون عملت ريسك مانجمنت بلان، يعني اخطط الريسك الاول وبعدين ايدنتيفاي ريسكس. وبالتالي انا هاجي هنا بقول ايه؟ بقول ان ايدنتيفاي ريسكس از ا بروسيس هتبقى مسؤوليه عبده وهتتنفذ في 3 أسابيع، والميثودولوجي بتاعتها برين ستورمنج، والبادجت اللي هنخصصها لعمليه الايدنتيفاي ريسكس هي 2000. خلي بالك انا هنا مش بحط البادجت بتاعه الريسبونسز بتاعه الريسكس، انا بحط البادجت بتاعه ايدنتيفاي ريسكس. طيب باجي عند بيرفورم كواليتاتيف ريسك اناليسز، ورحت اسندتها لعمر وديت له 2 أسبوع، وهيستخدم عمر البي اند اي اسسمنت اللي هي البروبابيليتي اند امباكت اسسمنت، ودي هتتكلف $4,000، وهكذا وهكذا في كل ايه، في كل حاجه من الحاجات دي. تمام، لو لاحظت هنا عندك في المونيتور اند كنترول ريسكس دي مخصصه لاحمد، والمده بتاعتها على مدار المشروع كله، والميثودولوجي اللي هنستخدمها هتبقى اوديت، وهي متكلف $18,000. تمام، ده سامبل للريسك مانجمنت بلان. ندخل على ايدنتيفاي ريسكس. ايدنتيفاي ريسكس من اهم البروسيسز اللي موجوده جوه الريسك مانجمنت يا جماعه. فايدنتيفاي ريسكس انا بقول لك اهو، اقعد طلع، خليك تشاؤمي وطلع كل الاحتمالات الممكنه. مش دورك انك تتجاهل الريسكات الضعيفه في المرحله دي، مش دورك انك تبتدي تقول لا ما هي دي انا مقدور عليها، ما هي دي لو حصلت حلها موجود. مش مهمتك، انا لسه قايل لك من شويه، حاول يبقى عندك بفر ما بين كل بروسيس والتانيه. بفر يعني ايه؟ اعزل تفكيرك عن البروسيس اللي جايه. انت دلوقتي بتايدنتيفاي، شغلتك تطلع ريسكات، شغلتك تقول ريسكات. تمام، فوالله حد قال لك احتمال، مش هو احتمال ان المطر يمطر في الصيف، والله احتمالاته مثلا 2%، ماشي سيبك من هم 2% بقى دلوقتي، الاحتمال ده قائم وايا كان نسبته قائم، يبقى هحط. تمام، حد قال لك والله احتمال اللي يحصل بوليتيكال انريست في الدوله الفلانيه اللي انت هتشتغل فيها، فطالما الاحتمال قائم حطه. طيب هتبقى ساعتها يعني ده لو حصل انت مش هيبقى عندك اي نوع من انواع الاستجابه دي. ليه؟ لانك ما خططتلوش اصلا، بس لو خططت له ساعتها هتعرف تستجيب ليه. فانت دورك هنا انك تايدنتيفاي از موست از يو كان ريسكس. اوكي، identify risks is a process of identifying individual project risks as well as sources of overall project risk and documenting their characteristics. We تبتدي تحدد الكاركترستكس بتاعت الخصائص بتاعتها. The key benefit of this process is the documentation of existing individual project risks and sources of overall project risk. It also brings together information so the project team can respond appropriately to identified risk. بتبتدي تحط كل المعلومات عشان لما نيجي نرسبوند للكلام ده نرسبوند بشكل ايه مناسب. والبروسيس دي بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت. طيب احنا بيكون عندنا هنا ايه بقى؟ ايه الاوتبوتس بتاعتي؟ ريسك ريجستر وريسك ريبورت وبروجكت دوكيومنتيشن، بروجكت دوكيومنتس ابديتس، وايه الانبوتس؟ البروجكت مانجمنت بلان، البروجكت دوكيومنتس، البروكيورمنت دوكيومنتس، والاجريمنتس، وي اف او بي. عندي ايه هنا في التولز؟ عندي اكسبرت جادجمنت، عندي داتا جاذرنج، وتحت الداتا جاذرنج برين ستورمنج، تشيك ليستس، انترفيوز. تشيك ليستس احنا عارفينها قبل كده، انترفيوز عارفينها، وبرين ستورمنج عارفينها. وفي الداتا اناليز عندنا روت كوز اناليسيس، وده برضه خدناها قبل كده. واسامشن كونسترينت اناليسيس دي خدناها برضه قبل كده. في سوات اناليسيس دي هنشوفها دلوقتي، في دوكيمنت اناليسيس دي عارفينها، بنعمل تحليل لكل الدوكيمنتس اللي عندي. وانت بيرسونال تيم سكيلز الفاسيليتيشن اللي هي التيسير بتاع النوع من الميتنج اللي انت هتعمله، سواء كان فوكس جروب او وات ايفر، مودريشن للموضوع ده بنسميه فاسيليتيشن. وبرومبت ليست هنشوفها دلوقتي، والميتنج. تمام،
تعال نشوف السوات اناليسيس. طبعا السوات اناليسيس معظم الناس اللي يعني تعرضت للبزنس بشكل ما، اشهر انواع الاناليسيس او اشهر انواع التولز اللي بتستخدم في الاناليسيس هي سوات اناليسيس. سوات اناليسيس ستاندينج فور سترينثز ويكنسز اوبورتونيتيز ثريتس. اي سترينثز ويكنسز اوبورتونيتي وثريت، اللي هي مواطن القوه مواطن الضعف الفرص والمعوقات. طيب عشان نبقى متفقين، السوات اناليسيس عشان نفهمها بس كده الاول، احنا بيكون عندنا عاملين خارجيين وعاملين داخليين، او حاجات معينه لما نيجي نجيبها من داخل المؤسسه او من داخل البروجكت او من داخل الحاجه اللي انت بتدرسها. باي ذا واي سوات اناليسيس انت ينفع تطبقها على اي حاجه، ينفع تطبقها على نفسك كشخص، ينفع تطبقها على برودكت، ينفع تطبقها على قسم جوه الشركه، ينفع تطبقها على بروجكت، ينفع تطبقها على شركه، ينفع تطبقها على دوله، ينفع تطبقها على اي حاجه. اوكي طيب لما نيجي نتكلم، احنا عندنا حاجتين انترنال وحاجتين اكسترنال. يعني لما تيجي تجيب السترينث والويكنسز بتجيبهم من جوه الشركه، من جوه الكيان، من جوه البروجكت، بتبقى حاجات تحت الكنترول بتاع البروجكت او الاورجانيزيشن. طيب لما تيجي تتكلم عن الاوبورتونيتي والثريت، هي حاجات اوت اوف كنترول، حاجات من خارج البيئه بتاعه البروجكت او الاورجانيزيشن. تمام. طيب عندنا برضو حاجات ايجابيه، حاجات سبورت، وحاجات تانية سلبيه او حاجات بتقاوم. السترنس والاوبورتونيتي هي حاجات ايه؟ حاجات ايجابيه، يعني حاجات بتساعدك على تحقيق هدفك، بينما الويكنسز والثريتس هي حاجات سلبيه، حاجات ضد تحقيق هدفك، هتعوق تحقيق هدفك. طيب انت النهارده لما تيجي تعمل حاجه زي كده، انت بتبقى عايز توصل للثريتس والاوبورتونيتي، لان الاوبورتونيتي هتشكل بالنسبه لك بوزيتيف ريسك، والثريتس هتشكل بالنسبه لك نيجاتيف ريسك. فبتعمل الاناليسيس دوت عشان ده يسبورت معاك او يساعدك في انك تطلع as most risks as possible، تطلع as most risks as possible. شيكاوا دياجرام او اللي احنا كنا بنتكلم عليه في النولج اريا بتاعت الكواليتي، هو الكوز اند افكت، او شيكاوا او فيشبون او ايا كان. انت في النهايه بتبقى عايز توصل للروت كوز بتاع حاجه معينه، انت عايز توصل ان انت عندك هنا مشكلة ما، وعايز توصل للروت كوز بتاعها، عايز تعرف دي سببها ايه، ايه اكتر حاجة بتسبب المشكلة. طيب الكلام ده احنا بنعمله لما بنيجي نقول والله ان انا عايز ايدنتيفاي ريسكس، او اعرف ايه هي الريسكات اللي ممكن تحصل عندي، وبالتالي انا الافكت ده اللي انا عندي ده احد الايه الاسباب. الكوز هو البروبابيليتي، يعني انا النهاردة لما اجي الاقي ان انا احتمال ان الحاجه دي تقع، طب الحاجه دي تقع ممكن ده يكون نتيجه ايه؟ نتيجه كذا او كذا او كذا. في هنا افكت اللي هو الامباكت، والكوز اللي هو البروبابيلتي. تمام. طيب برومبت ليست، برومبت ليست هي لسته بتساعدك على انك تطلع ريسكات في المشروع ده، بمعنى ان مثلا اتفقنا ان انشاء او حفر القنوات بقت ليها لستة كده شبه جاهزة من الريسكات، بيبتدي كل مدير مشروع ياخدها يطلع او يخليها جايد بالنسبة له في الريسكات اللي هو هيبتدي يتعامل فيها في النوع ده من المشروع، اللي هو مثلا حفر القنوات او مد الطرق او طرق السكة الحديد. بقى عندنا لستة كده جاهزة نقدر ناخدها. تمام. ف احنا ببساطة البرومبت ليست دي هي حاجة predetermined list of risk category that may give rise to individual project risk and that could also act as sources of all of overall project risks. يعني مثلا نقدر نقول في عملية الحفر بتاع القنوات، والله في ريسك اسمه انهيار التربة، ريسك انهيار التربة ده بيبقى جاي نتيجة كذا او كذا او كذا، فالحاجات دي كلها بتبقى موجودة عندي، ببتدي بناء عليها اطلع ريسكات عندي في المشروع. عندي كمان ادي الريسك ريجستر اللي هو هيبقى موجود عندي في الاوتبوت. احنا هنا شفنا الاوتبوت بتاعنا يا جماعه، ريسك ريجستر اول واحد هنا ايه؟ ريسك ريجستر. ريسك ريجستر ده بيمثل بالنسبه لحضرتك قاعده البيانات بتاعه الريسكات في المشروع، كما لو كان قاعده بيانات للريسكس في المشروع، بتسجل فيه الريسكات، بتسجل فيه البروبابيليتي والامباكت، بتسجل فيه السكور، بتسجل فيه
هتعمل فيه ايه، مين الاونر، مين اللي هيبقى مسؤول عنه. هي دي قاعده البيانات بتاعت الريسكات عندك في المشروع. طيب انت عندك الريسك هنا مثلا، ده اكزامبل، ده الريسك ديسكريبشن، وادي اللايكليهود، وادي الامباكت، وادي السيفيريتي اللي جايه نتيجه الملتيبليكيشن بتاع ده مع ده، والاونر بتاع الريسك ده مين اللي هيسؤول عنه، والميتيجيشن اكشن اللي هيتعمل عشان نعمل الموضوع ده. ده برضو ريسك ريجستر اكزامبل بس بشكل مختلف، ان هو في هنا ادي الريسك نمبر، ريسك الديت بتاع الريسك، الريسك ديسكريبشن، لايكليهود، امباكت، الريسك سكور اللي هو بيجي نتيجه الضرب ده في ده، تمام، والريسك كلاس هو تصنيفه ايه اكوردنج للريسك سكور. يعني هنا مثلا كل ما هو 12 كان هاي، كل ما هو 9 كان ميديوم، تمام. وكنترول ميجرز، ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان نعمل كنترول عليه. والتارجت ريسك سكور اللي هو هنا ده 12 اللي هو ناتج 4 في 3، هو عايز يخليه 4 في 2، يعني عايز ينزل بالامباكت من 3 ل 2. والتارجت ديت هيحقق الكلام ده امتى؟ الكلام ده مكتشف في سبتمبر 2007 تقريبا، وهيتعمل في ابريل 2008. يعني التارجت ديت اللي هنوصل لده ريسك اونر مين؟ ليزا كريستينز، تمام. فده ريسك ريجستر اكزامبل. زي ما احنا شايفين من شويه كان عندنا ريسك ريجستر وريسك ريبورت. ايه الفرق بين الريسك ريجستر والريسك ريبورت؟ زي ما قلت لك الريسك ريجستر زي داتابيز حضرتك بتسجل فيها الريسك وبتقعد تابديت عليها كل شويه، وهدفها الرئيسي انك تقدر حضرتك تتابع الريسكات وتشوف ايه اللي بيحصل فيها وتابديت عليها. بينما الريسك ريبورت هي وسيله من وسائل انك بتريبورت للستيك هولدر ايه اللي بيحصل في الريسك. يعني انت بتيجي تقول له والله الريسكات اللي عندنا دلوقتي كذا، فيها كذا، بتعمل كذا وهكذا، تمام. وده زي ما قلت لك ريسك ريبورت از ا كوميونيكيشن تول فور سيلكتد اودينس سينيور مانجر. طيب هندخل بقى على البرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس. البرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس بالرغم من ان هو كواليتيتيف يا جماعه، الناس كلها تعتبر ان احنا هنقعد نتكلم او هنستخدم فقط الوصف الكلامي، في حين ان الكواليتيتيف لا، هيبقى فيها ارقام زي ما احنا شفنا من شويه 3 في 4 ب 12 وهكذا. الكواليتيتيف والكوانتيتيف هنا مش مقصود بيها استخدام الارقام في وصف الريسك قد الطرق اللي انت بتستخدمها في التعامل مع الريسك، تمام. بيرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس از ا بروسيس اوف برايتايزنج انديفيديوال بروجكت ريسكس فور فيرثر اناليسيس اور اكشن باي اسيسنج ذير بروبابيليتي اوف اكيورنس اند امباكت از ويل از اذر كاركترستكس. انت هنا بتبقى عايز تعمل assessing للprobability والimpact بتاع كل ريسك. انت ببساطة طبعا هتقولي طب ما احنا ازاي شايفين الريسك ريجستر الحاجات دي. ما هقولك ان الريسك ريجستر اللي انت شفته ده مش الريسك ريجستر اللي هو قبل qualitative analysis، لا ده ريسك ريجستر في كل حاجة updated. لكن الطبيعي انك بتidentify بس الريسك في المرة اللي فاتت، يعني انت في اللي فات المفروض ان انت تبقى عارف لحد هنا ايدنتيفيكيشن، تمام. الجزء ده بيتعمل بعد كده، بيتعمل ليتر اون. الجزء ده كمان بيتعمل بعد كده اللي هو الريسبونس، تمام. طيب ف اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا في الكواليتيتيف احنا مطلوب مننا نعمل اسسمنت للبروبابيليتي والامباكت بتاع الريسكس اللي عندك. The key benefit of this process is that it focuses efforts on high priority risks. This process is performed throughout the project. إن الهدف الأساسي من البروسيس دي يا جماعة إن هي بتساعدني إن أنا أركز على الريسكات الأشد خطورة أو الأولى بالاهتمام. تمام؟ طيب. Priority assessment reflects the risk attitude of the project team and the other stakeholders. زي ما احنا كنا قلنا من شوية الأسسمنت دي بتعمل في ضوء إيه؟ فضوء الريسك اتيتود بتاع البروجكت تيم والستيك هولدرز اللي عندنا. Effective assessment therefore requires explicit identification and management of the risk approaches of key participants in the performing qualitative risk analysis. بمعنى ان الاسسمنت لو انت عايز الاسسمنت تبقى effective، ده بيحتاج تحديد صريح للريسك ابروتش اللي احنا هنشتغل بيه بتاع الناس اللي هتشتغل في البروسيس اللي عندنا، ان يبقى فيه explicit identification and the management of the risk approach of the risk approaches، تمام. ان يبقى فيه تحديد صريح للـ
تصور اللي احنا هندير بيه الريسك في المرحله اللي عندنا. Where the risk, where these risks approaches introduce biases into the assessment of identified risks, attention should be paid to identifying bias and correcting for it. يعني انت النهاردة لما تيجي تعمل الـ evaluation او الـ assessment اللي هتعملها دي غصب عن اي حد الموضوع هيتأثر بنزعتك انت الشخصية ناحية الريسك. يعني انت النهاردة لما تبقى موجود في اللجنة او في البروسس بتاع qualitative risk analysis فانت هتكون شيء طبيعي انت مثلا عايز تقول الحتة دي هاي ولا لو ولا مودريت، فده هيتأثر برضو رغم ان انت المفروض شغال بالريسك اتيتيود بتاع الستيك هولدر، لكن برضو ده هيتأثر بنزعتك انت ناحية الريسك. فممكن حاجة مودريت وانت شخص ريسك تيكر فتقول عليها لو مش مودريت وهكذا. فعشان كده بيقول لك ان attention should be paid to identifying bias and predicting for it. عشان لو في حاجة لو في احتمال ان يبقى في bias فحضرتك لازم تبقى صاحي ليه عشان تصحح البايز. يعني مثلا شخص مثلا تشاؤمي وهو دايما بيشوف الحاجة الوحشة في الحاجة الحلوة، فده تبقى انت عارف ان ده هيعمل لك بايز في اتجاه معين. على العكس التاني الشخص ما بيلتفتش للتفاصيل وبياخد الامور كده ببساطة، فده برضو ممكن يسبب لك بايز في اتجاه تاني. Establishing definition of the levels of probability and impact can reduce the influence of bias. كل ما كنت مدي care كويس جدا في تعريف الليفلز بتاعه البي والاي اللي اتكلمنا عليها في الاول، كل ما ده قلل البايز. عشان كنت قايل لك من شويه ابقى افصل وحط بفر ما بين كل واحده والتانية. لما انت هتبقى عامل الديفينيشن دي بغض النظر ايه اللي جاي بعد كده، لما هتقف قدام اي ريسك وتحب تقيمه هتقوم راجع للديفينيشنز دي، فده يساعدك ان ما يبقاش فيه بايز في المشروع في الاسسمنت. يعني the time criticality of risk related actions may magnify the importance of risk. The time criticality of risk related actions may magnify the importance of risk. يعني الكون ان الاكشنز المرتبطه بالريسك بتبقى دايما time critical يعني حساسه جدا من ناحيه الوقت، ده بيزود الاهميه بتاعه الريسك. ده بيزود الاهميه بتاعه الريسك. Performing qualitative risk analysis is usually a rapid and cost-effective means of establishing priority for planned risk responses. دي بتبقى طريقة سريعة و cost-effective عشان توصل على طول لمرحلة الـ planned risk responses. و بتبقى الأساس اللي بتعتمد عليه الـ quantitative risk analysis في حالة الاحتياج ليها. يعني انت ما ينفعش تروح على الكوانتيتيف ريسك اناليسز على طول من غير ما تعدي على الكواليتيف، لكن ينفع تطلع من الكواليتيف تروح على بلان ريسك ريسبونس. This process can lead into performing qualitative risk analysis or directly into plan risk responses. يعني ممكن نروح على كوانتيتيف او نروح على البرفورم على بلان ريسك ريسبونسز دايركتلي. تمام؟ طيب تعال نشوف البروسيس كده عندنا هنا يا جماعه. ادي البروجكت دوكيومنتس ابديتس اللي هي فيها اسامبشن لوج و ايشو لوج وريسك ريجستر وريسك ريبورت. وفي ازاي ما فيش اوتبوت في بروسيس مهمه زي دي؟ طب هو انت عايز الاوتبوت شكله ايه؟ الاوتبوت مش احنا قلنا من شويه ان انت بيبقى عندك الريسك ريجستر موجود لحد هنا وحضرتك بتروح تابديت الحاجات دي كلها فيه، اللي هي اللايكلي هود الامباكت ريسك سكور وريسك كلاس. فكل اللي حضرتك هتعمله ايه بقى؟ هتروح تابديت الريسك ريجستر اهو، هتروح تابديت في الريسك ريجستر بالحاجات اللي انت عادها، بالاضافه لانك هتابديت في الايشو لوك وفي الريسك ريبورت وفي الاسامبشن لوك. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان وبروجكت دوكيومنتس واي اي اف او بي. خلاص؟ طيب اكسبل ايه التولز اللي عندي؟ اكسبل جادجمنت، داتا جاذرينج، data analysis، risk data quality. risk data quality هنشوفها، risk data quality assessment وrisk probability and impact assessment دي اللي احنا قلنا عليها من شوية. assessment of other risk parameters لو عندي اي other risk parameter اعمله assessment. interpersonal and team skills ودي برضو فيها facilitation. risk categorization ودي هنشوفها. data representation اللي هي probability impact matrix قلناها من شوية، او hierarchical charts وهنشوفها دلوقتي بقى. تمام؟
طيب بن 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 بيقدم جوائز. طيب risk probability and impact assessment. risk probability assessment investigates the likelihood that each specific risk will occur. تمام. وثاني risk impact assessment investigates the potential effect on a project objective. يعني ال probability يا جماعة ال probability assessment انت محتاج تحدد الاحتمالية بتاعت وال impact assessment محتاج تحدد الأثر بتاع الرسك. The level of probability and impact are assessed for each identified risk during the interview or meeting, including assumptions justifying the levels assigned. تمام؟ يعني انت ال level بتاع ال probability بتاع ال probability و impact بتتقيم لكل risk موجود عندك من خلال المقابلة أو الانترفيو اللي انت كنت بتعملها لحددت فيها الريسك، فيما يشمل ذلك الافتراضات اللي كنت حاططها حضرتك في الأول. Risks, probabilities and impacts are rated according to the definition given in the risk management plan. أنا ببتدي أدي rating بناء على الديفينيشن اللي أنا كنت حاططها في الريسك مانجمنت بلان. طيب الريسك كاتيجوريز زي ما احنا شايفين هو RBS زي WBS، بس بدل احنا ما كنا بنحط هناك الورك باكجز والديليفربل انا بحط هنا الكاتيجوريز بتاعه الريسك نفسه. فابتدي اقول والله في البروجكت ده انا عندي فور كاتيجوريز، تكنيكال واكسترنال واورجانيزيشنال وبروجكت مانجمنت. واجي تحت التكنيكال احط كل السورسز اوف ريسكس اللي ممكن تبقى موجوده عندي في التكنيكال، زي ريكويرمنتس، تكنولوجي، كومبلكسيتي اند انترفيسز، بيرفورمانس اند ريلابيليتي، كواليتي. وهنا الاكسترنال سب كونتراكتورز اند سبلايرز، ريجولاريتي، ماركت، كاستمر، ويذر. هنا اورجانيزيشنال، بروجكت ديبندنسز، ريسورسز، فاندنج، برايتريزيشن، وهكذا كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. البروبابيليتي امباكت ماتريكس زي ما احنا شفنا من شويه هي بالمنظر ده، بس قبل ما نحط فيها الفاليوز انت بقى ممكن تحط هنا الفاليوز اللي انت جايبها من الديفينيشنز بتاعتك وتبتدي تحط اللي انت عايزه. يعني انت ممكن الفيري لو عندك تبدا من حاجه تانية خالص غير الفيري لو بدا فيها في مشروع تاني، تمام، وهكذا. تبتدي تحط الارقام بتاعتك وبناء عليها تقول والله اللي هيبقى في الاحمر ده او مش هيبقى في الاحمر، انت توقع هنا الارقام، تقول والله طب انا لما احط هنا كام وكام عشان ده يبقى ريجكتد بالنسبه لي او ده يبقى الريسك اللي انا ما هقبلوش، زي ما احنا ايه كنا عاملينها المره اللي فاتت. Risk Data Quality Assessment. هنا فكرة ايه؟ هنا فكرة ان حضرتك تكون بتعمل assessment اعتمادا على data هي اصلا مش low quality. يعني قالك ان الريسك اللي انت بتعمله assessment او لما تيجي تعمل assessment تبقى الداتا نفسها اللي انت معتمد عليها هي reliable، هي حاجة تقدر تعتمد عليها، هي data فيها quality. قالك is a technique to evaluate the degree to which the data about risks is useful for risk management. It involves examining the degree to which the risk is understood and the accuracy, quality, reliability and the integrity of the data about the risk. انت معتمد على بيانات حقيقية من مصادر تمام، مصادر reliable، ولا بيانات يعني انا دلوقتي لما جيت قلت والله الحاجة دي احتمال انها تحصل 10%، جبت 10% منين؟ يعني انت سألت متخصصين، انت اعتمدت على مصدر موثوق به مثلا، انت لما جيت قلت الحاجة دي لما تحصل هتسبب لي خسارة قد كده او الوضع بتاعها هيبقى بالشكل الفلاني، تمام. طيب the use of low quality risk data may lead to a quantitative risk analysis of little use to the project. يعني لما تنخفض الكواليتي بتاعة الداتا دي هتؤدي لان انت يبقى عندك كواليتي ريسك اناليسز مش هتعرف تستفيد منه او مش هيؤدي للنتائج اللي حضرتك عايزها. If data is unacceptable it may be necessary to gather better data or collection of the risks is difficult. هو عارف ان جمع البيانات حول يعني بخصوص الريسك يعتبر difficult، ولكن انت هتعيد العمليه دي تاني عشان توصل لبيتر الداتا. اوكي okay.